حياتكم أعزائي المشاهدين مع فقرات حياتنا هذا اليوم. مثل ما ذكرت لكم في البداية بدأنا الموسم أو قاربنا على بداية موسم الحج، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ونتمنى للجميع حج مبرور وسعي مشكور. ولكن قبل هذا كله لازم يكون في لدينا العديد من المعلومات الصحية والعديد من الأمور التوعوية اللي لازم تكون على بينة عند الجميع. اليوم حنتكلم في فقرة مع الحدث عن أهمية التثقيف الصحي للحجاج. تساهم التوعية التثقيفية الصحية في رفع مستوى الوعي لدى الحجيج بأهمية اتباع الطرق الوقائية والسلامة من الأمراض المزمنة والأمراض المعدية، وهذا الموضوع جدا مهم. اليوم حيكون معنا في الاستوديو للحديث عن هذا الموضوع أكثر الأستاذة هلا سدرة، أخصائية تثقيفية صحية بمدينة الملك فهد الطبية. يا هلا وسهلا فيكي معنا. هلا والله، سعيدين بوجودك معنا وسعيدين للحديث عن هذا الموضوع اللي فعلا فعلا له دور أساسي في نشر الوعي عند الحجيج. الحمد. بداية حابين نعرف إيش الأشياء الأساسية في فترة الحج. يعني إحنا نعرف أنه يجب الحصول على التصريح، يجب يكون في عندهم بعض المعلومات عن الإرشادات، وأيضا يجب يكون عندهم الشهادة اللي هي يعني تسمح لهم بأداء فريضة الحج، وهذه الشهادة فيها شروط كثيرة من ضمنها تطعيمات وخلافه. صحيح. ممكن نتكلم عنها؟ طبعا التطعيمات هذه تحمي بعد الله سبحانه وتعالى من الإصابة بالأمراض المعدية والإصابة من كمان مخاطرها. ففي وزارة الصحة نزلت بالتطعيمات الإجبارية وتطعيمات غير إجبارية. التطعيمات الإجبارية عندك مثل الحمى الشوكية، وهذه تؤخذ قبل 10 أيام من الذهاب للحج، ولا تزيد طبعا مدتها عن 3 سنوات، يحتاج يجددها بعدين. التطعيمات الثانية اللي هي الكوليرا والحمى الصفراء، هذه لبعض الوافدين من دول منتشر فيها هذا المرض. هذه بالنسبة للإلزامية. أما الغير إلزامية فهي اللي إحنا ننصح فيها المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة زي السكر، القلب، أمراض التنفسية، الأمور هذه كلها ننصحهم بأخذ اللقاحين اللي هم حق الإنفلونزا والالتهابات الرئوية. يعني في تطعيمات أساسية يعني من دونها نقدر نقول إنه الحاج لا يصح له الحج، اللي هي الحمى الشوكية إجباري، حتى اللي عندنا هنا في السعودية لازم يأخذها قبل الحج. طب هل هذه التطعيمات تتطبق في يعني الدولة اللي حتبعث الحجيج، ولا لازم من المملكة العربية السعودية التأكد من أنهم أخذوا ويعطوهم إياه هنا؟ هناك لازم، وهنا كمان يتأكدوا عشان التصريح، ما يقدر يطلع التصريح بدون هذه التطعيمات. طيب والتطعيمات اللي غير أساسية قد إيش لها فائدة أو لها عائد صحي على الحاج؟ طبعا زي ما قلت لك احنا نخاف من الناس اللي عندهم امراض مزمنه، لان هم اللي يكون صحتهم او المناعه عندهم اقل من غيرهم. فعشان كذا احنا ننصحهم في اخذ هذه التطعيمات، هي غير الزاميه، ممكن الحاج يقدر يروح بدونها بس خوفا عليه وعلى صحته، بعدين يقلل من المخاطر. بالضبط، يقلل من المخاطر. طيب احنا نعرف انه يعني فتره الحج فيها اختلاط ب ما حنقول جنسيات، حنقول في طبقات مختلفة من البشر، ناس عندها وعي، ناس ما عندها وعي، ناس عارفة إيش هي جاية تسوي وناس ما تعرف، نحتاج أنه نقدم لهم الوعي في شتى الطرق. طبعا أنت ذكرت نقطة مهمة أنه الأشخاص اللي بيعانوا من أمراض مزمنة لازم يكون عندهم تطعيمات وقائية أكثر. كيف نقدر نوصل لأنه إحنا نبلغ هذول الأشخاص؟ هل مثلا في الشهادة أو بطاقة الحاج يكون مكتوب عنده الأمراض المزمنة ونتأكد أنه إحنا وصلنا المعلومات المطلوبة؟ للأمانة أنا ما أعرف البطاقة إيش مكتوب فيها، ما قد اطلعت عليها ولا قد رحت لأمانة للحج عشان أقدر أقول لك الكلام هذا. بس إحنا من الحملات التوعوية اللي إحنا قاعدين نسويها الآن في المستشفيات والآن كمان في المولات، كلها قاعدين نتطرق لموضوع التطعيمات، لأن كثير ناس قاعدين كثير ناس قاعدين يتساهلون في الموضوع هذا. طب هل في تطعيمات يعني واجبة على الجميع وتطعيمات في أشخاص ما ياخذوها؟ يعني عندنا خلينا نتكلم بالاستثناءات، الكبار في السن أو الأشخاص اللي عندهم أمراض تحتاج إلى بعض الأدوية المختلفة، هل تتضارب مع هذه التطعيمات؟ الحامل مثلا، الأطفال، يعني إحنا دائما نفضل عدم وجود الأطفال، ولكن في أسر يعني بحكم سفرها من منطقة إلى منطقة تصطحب أطفالها، هل هذه التطعيمات تطبق على كل الفئات؟ هي المفروض أنها تطبق على جميع الفئات، بس دائما زي ما إحنا قاعدين ننصح نقول للمرأة الحامل ما تخطي الخطوة هذه إلا هي مراجعة الدكتور ومتأكدة أنه حالتها الصحية تسمح، عشان ما تعرض نفسها أو الطفل اللي في تأخذ التطعيم ولا ما تأخذه؟ هذه ترجع لدكتورها، ممكن دكتورها قرر. أيوة ممكن دكتورها يقول لها أنه أنت الآن في مرحلة يعني التعب عليك خطر، يعني ممكن إيه تفقدي جنينك او شيء. ايوه، فاي شخص عنده مرض سواء مزمن او كانت امراه حامل او طفل او امور زي كذا لازم يرجع لدكتوره،
يتاكد انه الحج يفضل انه يكون يتواصل مع الدكتور قبل، يرجع يسوي التحليلات اللازمه له من تحاليل دم واشعه وامور الى اخرها، بحيث انه الدكتور يقول له روح تقدر تحج. طيب والاشخاص اللي يعانوا من امراض مزمنه زي ما قلتي يتواصلوا مع الدكاتره ويتاكدوا من وضعهم الصحي، عشان كمان ياخذوا كمان تقرير طبي، لانه مهم جدا على كل حاج يعاني من مرض معين وقاعد ياخذ ادويه بشكل مستمر انه ياخذ تقرير طبي معه، يكون مصطحب معه. طيب اذا كان اكتشفتوا انه في فئه معينه او بعض الاشخاص او يمكن يعني شخص او طفل او امراه ما اخذوا هذا التطعيم، وانت قلتي انه يفضل انه يكون قبل 10 ايام، هل من الممكن تدارك الموضوع انكم تعطيهم التطعيم فور وفودهم الى المملكه؟ الظاهر انه قاعدين يعطونها ايوه للوافدين اللي ما هم قاعدين ياخذونها في بلدهم. يعني اهميه التطعيم هذا لسلامه الشخص نفسه بالضبط ومن بالضبط حوله. لانه لا سمح الله زي ما قلت لك الحمى الشوكيه بالذات ممكن تؤدي الى الموت ترى. فكثير ناس ايوه كثير ناس قاعده تتساهل فيه، وخير يعني اذا جتنا حمى. ما هو عارفين انه هذا شيء خطير جدا ممكن يؤدي الى الوفاه. اكيد هي معدية، عشان كذا احنا قاعدين نقول التطعيمات للجميع مو لشخص طيب او اثنين. احنا من ضمن التطعيمات اللي قلتيها في تطعيمات غير اساسيه، ايوه قد ايش لها فائده على الاشخاص؟ يعني احنا نعرف انه التطعيمات الاساسيه وضرورتها لهم لسلامتهم ولسلامه من حولهم، التطعيمات الاخرى اللي انتم تنصحوا فيها هل حسيتوا انه مثلا الاقبال الشديد على اخذ هذه التطعيمات قلل من وجود بعض الامراض اللي هي ممكن تقيها هذه التطعيمات؟ ايوه الحمد لله، يعني الان طبيعي انه الحاج بعد الحج يرجع يعاني من تعب ارهاق الامور هذه كلها، ممكن يدخل في سلسلة أمراض أيوه إنفلونزا وأمور زي كذا، لكن لما يأخذ اللقاح بعد الله سبحانه وتعالى طبعا راح يحميه من الأمور هذه كلها، يعني يرجع لحياته الطبيعية أول ما يرجع. ما شاء الله. يحتاج دائما يقولوا لك إنه في إرهاق وفي أيوه انتكاسة، يقعدوا 10 أيام يمكن، فهذه الأشياء ممكن تقلل من هذه الانتكاسة. صحيح أيوه. طب ايش الاشياء الاخرى اللي تنصحي فيها؟ خلينا نتكلم عن تحديدا ضربات الشمس، يعني تعرفي تعرض الحاج لفترات يعني الامور الدينيه ان كان الرمي ولا الطواف ولا السعي ولا يعني كل مراحل الحج حتكون في الفتره الصباحيه، طب الفتره الصباحيه بحكم جو المملكه العربيه السعوديه انه شويه حار فممكن يتعرضوا لضربات الشمس، هذه اول الاسباب بعد التطعيمات اللي ممكن انه يتعرض لها الحاج أو يكون في أضرار جسدية عليها، كيف طريقة الوقاية من ضربات الشمس؟ طبعا احنا عشان كذا ننصح كل حاج بأنه يشرب كمية سوائل كافية، يعني لا يبخل عن نفسه بشرب الموية، والشيء الثاني يحمل المظلة بحيث أنه ما ينقض إحرامه. المظلة ما فيها أي شيء، ويفضل أنها تكون بالألوان الفاتحة عشان بس ما تجذب حرارة الشمس تعكس. أيوة لازم يعرف برضو أعراض ضربة الشمس، في بعضهم ما يحس في نفسه ويؤدي سبب ضربة الشمس إلى هذا إرهاق ويستمر على نفسه بحكم أنه عبادة. بالضبط. عندك إيش أعراض ضربة الشمس؟ كثير لازم يعرفوا الموضوع هذا سواء لهم أو اللي قاعد يرافقهم. حرارة في الجسم، عندك ضربات القلب تزيد، سرعة في التنفس، غثيان، دوخة، بعض أحيان توصل إلى فقدان في الوعي. يا لطيف. وصداع يمكن مستمر او احيانا الى اقياء ايضا. ايوه ما نقول لوعه، فممكن اللوعة. ايوه يرجع ايوه. طيب هذه الامور التفادي منها كيف غير الوقايه من انه مثلا يحاول انه يتجنب الخروج بالاوقات الشمس الساطعه او وجود المظله وشرب السوائل. هل يعني مثلا في بعض الفيتامينات اللي ممكن تقوي الحاج، بعض الفاكهه او الخضار، ايش الاشياء اللي ممكن نخليها كمفاتيح تكون موجوده مع الحاج او في حقيبه الحاج في اثناء ادائه لهذه المناسك؟ طبعا حقيبه الحاج هذه سالفه ثانيه طويله. ما يعني كل مثلا حقيبه الحاج السكري تختلف عن حقيبه تختلف. الحاج العادي فعلا، ففي اشياء معينه لازم ياخذها معه. طب الاساسيه للجميع، الاساسيه للجميع طبعا انه ياخذ اول شيء اللي ننبه منه لا ياخذ اي حاج دواء بدون وصفه الطبيب. لانه كثير يتناول بينهم مثلا ادويه مضاد او ادويه شيء بانه يحمي نفسه او يعني باعتقاده انه تزيد مناعته عشان ما يصيب بالامراض، وهذا اكبر غلط. ممكن تاخذ الاشياء الطبيعيه، عصير ليمون، عصير برتقال، هذه كلها تزيد عندك فيتامين سي، تعطيك نشاط. صحيح. وتقوي ان شاء الله ان عندك تقوي المناعه. عفوا، وكلها تكون متوفره اساسا، يعني حتى لو كان هو صحيح. ما هو قادر انه تكون موجوده معاه فهي متوفره في مناسك الحج كلها. طيب ضربات الشمس، التطعيمات، تجنب الظهور في اوقات او الخروج في اوقات الحر الشديد، ايش في امور اخرى ممكن تنصحي فيها؟ صراحة احنا اكثر الاصابات اللي تكون هناك، اكثر اللي يترددوا للوحدات الصحية هناك هم اثنين، يا يكون ضربة شمس او تكون عندنا انخفاض في سكر الدم.
كون أغلب الناس عندهم انخفاض عندهم سكر. هو صحيح. مرض مزمن منتشر بين صحيح. أغلب الناس. فما ينتبهوا يا هو يسوي مجهود كبير ويصير الأكل ما كان كافي فيسبب زي ما قلت لك الانخفاض. هذول أكثر حالتين يفضل أنهم ينتبهوا لهذا الموضوع. ينتبهوا للموضوعين هذه. يعني دائما إحنا ننصح مريض السكر إذا أقبل على الحج أول شيء زي ما قلت لك يروح عند الدكتورة عشان يتأكد أن أموره كلها سليمة، يأخذ شهادة طبية عشان تساعده في المطار، عشان الإنسولين اللي هو حامله وعشان الحملة كمان تحط في بالها أنه معي مريض سكر. طيب السكر والضغط طبعا، الضغط ايش الاشياء اللي كمان يفضل تتجنبها؟ هل يعني يتشابه مع مريض السكر؟ احنا من ناحيه الضغط احنا نخاف انه ينزل عنده ضغط من كثر ما هو قاعد يسوي مجهود فقط لا غير، فينتبه على اكله وينتبه على الادويه اللي هو ياخذها وان شاء الله انه اموره يعني في السليم باذن الله. نتمنى هذا الشيء. طيب بشكل عام تجنب وجودهم في حراره الشمس المباشره، زي ما قلتي تناول الفيتامين سي المباشر من عصير ليمون او البرتقال وكثير من السوائل. طيب امور اخرى تفضل انك انت تنصحي الحاج فيها؟ يعني احنا نعرف انه يعني الواحد حلو انه يبذل مجهود وكل ما بذل مجهود اخذ اجر اكبر. صحيح. في اشخاص يحاولوا انهم يضغطوا على نفسهم في هذا المجهود، هل هذا الشيء ممكن يسبب لهم الاذى فعلا حتى لو كانوا اشخاص اصحاء؟ طبيعي اي انسان راح يعني يجبر نفسه على عمل مجهود هو ما هو في طاقته اكيد هو قاعد يؤذي نفسه سواء بشكل مباشر او بعدين. فزي ما قلت لك يعني مهم جدا انه ينتبه قديش هو قادر انه يستحمل مجهود، يحاول انه ما يضغط على ما يضغط على نفسه زياده عن الموضوع هذا. وبشكل عام يعني ما شاء الله المملكه العربيه السعوديه في تنسيقها للحملات التوعويه للحج او حملات اداء الحج مخصصين اوقات لكل حمله، فاذا كان تبع هذا الجدول وما خرج الا بهذا الوقت فاكيد عنده وقت للراحه كافي حيكون. صحيح. طب ارشادات بشكل عام خلينا نقدم لهم يعني نقاط اساسيه تنصحيهم فيها. ممتاز. اهم شيء عندنا انه زي ما قلت لك احنا ما شاء الله كل سنه بعد الحج قاعده تطلع لنا امراض جديده فعلا من كثره التخالط انت عارفه وكثره الزحمه، فاحنا ننصح الحجاج باشياء نتمنى انه يسويها هناك. زي ايش مثلا؟ يحمي نفسه يوقي نفسه من الامراض المنتشره هناك. اول شيء يحافظ على غسيل اليدين بالمويه والصابون او يستخدم المعقمات حقات اليدين، هذه واحد. يلبس الكمامه جدا مهمه، وطبعا يغيرها بشكل دوري، في بعضهم من اول ما يجي للحج الى نهايه الحج هو على نفس الكمامه يعني كانك انت جمعت الامراض وحطيتها وقعدت تاخذها مباشره. فالكمامه لازم تتغير كل 6 ساعات على الاقل، كل 6 ساعات تتغير. أيوة. هو عموما ما يحتاجها الا اذا طلع يؤدي النسك المعين هذا ويشيلها ويصير كل ما يطلع ويشيلها وكل بالضبط. عندك لما يجي يعطس او يكح يستخدم منديل افضل شيء، وياخذ المنديل ويرمي او بالطريقه هذه صحيح بحيث انه ما يمل يدينه بالجراثيم هذه. طبعا يتجنب مسك الفم او الانف او العينين باليدين لانه هو ما هو داري قاعد يمسك ايش، يتجنب الزحمه او اختلاط بناس مريضه. قولي زحمه ما نقدر يعني نقول له تجنب لانه ايوه لانه ما شاء الله يعني كله يعني هذا هو في ازدحام، بس يعني تجنبه لانه يعني يقرب اي ماده وسخه في يدينه او من صحيح من طعامه او شرابه او تناوله مشترك مع اي شخص. يفضل انه يكون لكل شخص ادواته أكيد صحيه وكمامته ممنوع. أيوة. ممنوع حتى ايام العيد لو بيحلق او شيء ممنوع يستخدم اله مشتركه بينه وبين غيره فعلا، يعني ما تدري الانسان هذا حامل ايش في جسمه وقعد تنقله انت لك. الله لا يقدر. نتمنى انه يكون الحج موسم ان شاء الله هذا العام موسم ناجح زي كل الاعوام، ويكونوا الحجيج سعيدين بزيارتهم للمملكه العربيه السعوديه. واكيد احنا نشكركم ونشكر كل الجهود القائمين عليهم، بس حابه اسالك يعني انت لك في هذا المجال ويعني قاعده تقدمي هذه الخدمه من زمان، قديش حسيتي انه الوعي اللي انتم قاعدين تقدموه واصل للاشخاص؟ يعني هل في اشخاص عندهم لا يزال عندهم الوعي مره متدهور في مواضيع الحج والوقايه والنظافه؟ وهل في عندك زميلاتك بيساعدوكي؟ هل زاد عدد الاشخاص المتطوعين في هذا المجال؟ اكيد ما شاء الله يعني مع مر السنين احنا قاعدين نلاحظ يعني تغير كبير. اولا بدا يزيد عند الناس الوعي انه انا لازم اقي نفسي من الامراض اللي قاعده زي ما قلت لك بعد كل سنه قاعدين نكتشف مرض جديد. يعني اول ما كنا نعرف بشيء اسمه كورونا ولا صحيح. كنا نعرف بشيء انفلونزا الخنازير، هذه كلها كانت تطلع من اختلاط يعني احنا يجينا وافدين من كل انحاء العالم عشان يسووا الفريضه هذه اللي ربي وجبها علينا. فمع الايام الناس قاعده تنتبه انه في شيء غلط قاعد يصير، انا لازم احمي نفسي عشاني وعشان عيالتي كمان. فعلا يعني ممكن هو يرجع الحاج سليم بس يحمل امراض لاشخاص ثانيين في اسرته، ان كان زوجته اطفاله او
المحيط اللي هو فيه، يعني هذا شيء جدا مهم وجدا اساسي. من ضمن الاشياء اللي احنا نفضل انه دائما ننصح فيها انه يكون في عند الحاج الوعي الصحي في التعامل مع من حوله. لو قلنا انه لا قدر الله احد الاشخاص المرافقين لشخص معين او زميل في رحله الحج وتعرض لضربه شمس، خلينا نتكلم عن هذه الامور اللي ممكن الشخص يساعد فيها من حوله، ايش الطرق اللي يقدر الشخص انه يسعف فيها الحاج اللي تعرض لضربه شمس؟ طيب جدا مهم، صحيح لازم يعرف شلون يتعامل معاه، لانه زي ما قلنا ترى هذا ضربة الشمس ترى كثير ناس يتبسطوا فيها، وهي ممكن يعني في حاله متدهوره جدا ممكن تؤدي الى الوفاه ترى. فيعني ضربة الشمس ما هي شيء بسيط عرض وراح ينتهي، الله لا يقدر، هي فعلا يقدر. يعني في اشخاص كثير بيتعرضوا لهذا الموضوع. فاهم شيء واول شيء نبعده عن المكان الحار اللي هو فيه، ناخذه على مكان مظلل او ناخذه على مكان بارد، نسدحه على ظهره مع رفع الكتفين شويه والراس، بعدين نعطيه اذا كان هو في وعيه نعطيه مويه بارده او عصير بارد، اي شيء بارد عشان يبرد على جسمه. اذا كان مغمى عليه لا سمح الله يعني ممكن يرش المويه البارده هذه عليه وعلى جسمه على اطراف جسمه، وبعدها ينقل على الوحده الصحيه عشان يكملون العلاج. يعني اهم شيء ابعاده عن المكان الحار وتعرضه للسوائل. ايوه أكيد، يعطيك ألف عافية، شكرا لك حبيبتي. وشكرا لوجودك معنا الأستاذة هلا سدرة، أخصائية تثقيفية صحية بمدينة الملك فهد الطبية. شكرا، يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم حبيبتي، تشرفت بوجودي. وإحنا تشرفنا بوجودك معنا. أعزائي المشاهدين حنطلع لفاصل قصير ونتواصل مع باقي فقراتنا، لا تروحوا بعيد عن برنامج حياتنا.